مسا مسا على كل وشاء دحيح الأفلام. بيبدأ الفيلم في دار أيتام وبيكون في مجموعة أطفال مع بعض بيهونوا على نفسهم وبيلعبوا كورة، ولكن بتيجي الأخت ماري وبتكسر فرحتهم وبتقول لهم ادخلوا جوه بدل ما أجيب الشبشب وأجري وراكم واحد ورا التاني لحد ما نفضكم. والأطفال بيترجوها تسيبهم يلعبوا شوية مع بعض لحد ما فريق منهم يكسب، ولكن الأخت ماري بتزعق جامد وكل الأطفال بتخاف وبتدخل تجري على جوه وهم مرعوبين. بعد كده الأخت ماري بتشوف عربية جاية ناحية الملجأ وبتقف علشان تشوفهم عايزين ايه، ولكن العربية ما بتوقفش وبتكمل طريقها بعد ما بترمي شنطة كبيرة قدام باب الملجأ. الأخت ماري بتفتح الشنطة بكل فضول علشان تشوف ايه جوه بعد ما شافت حركة جوه الشنطة، وزي ما يكون في قطة أو كلب جوه. بعدها بتخرج ايد طفل من جوه الشنطة وبتزق الأخت ماري في عينها وبتتقلب الأخت ماري وقتها من فوق سور بوابة الملجأ. وبعد كده بتدخل راهبة من الدار وبتتصدم لما تلاقي تلات أطفال زي الملايكة جوه الشنطة، أساميهم مو ولاري وكيلي. وبعدها بتنادي على باقي الراهبات اللي جوه والرئيسة بتاعتهم علشان يشوفوا ملائكة الرحمة اللي جايين يعيشوا معاهم في الملجأ. وكل الراهبات وقتها بيفضلوا يتخانقوا على مين فيهم ياخد التلات أطفال دول يربوهم ويقعدوهم في الأوضة بتاعتهم، والرئيسة بتاعتهم بتقول لهم واحدة واحدة وكل واحدة فيكم هتاخد الأطفال عندها بالدور. بعد كده بيعدي 10 سنين والرئيسة بتاعت الدار بتطلب من واحدة من الراهبات يطلعوا ينادوا التلات أطفال علشان يفطروا، ولكن وقتها التلات أطفال كلهم بيكونوا خايفين جدا يطلعوا أوضة العيال دول لأنهم بقوا مشاكسين جدا وبيعملوا مقالب فيهم، وكل واحدة فيهم حصل لها إصابة إذا كانت كسر إيد أو رجل بسبب التلات أطفال دول. في الوقت ده كان التلات أطفال ماسكين الأخت ماري علشان يخلعوا دروسها كلها وهم منيمينها، لما بيسمعوا صوت حد جاي عليهم بيلفوا الترابيزة وبيخلوا الأخت ماري تحت الترابيزة مربوطة ولا كأنهم عملوا حاجة. بعد كده بتقوم الأخت ماري وبتروح للرئيسة علشان تستقيل بسبب اللي بيعملوه فيها التلات أطفال دول بعد ما كسروا جسمها وعضمها بالمقالب بتاعتهم اللي ملهاش نهاية. وقتها بتندم على اليوم اللي جت فيه الدار واشتغلت فيها. بعد كده رئيسة الدار قررت إنها تتخلص من الأطفال دول عن طريق التبني، وقالت لما حد يجي الدار علشان يتبنى طفل هنخبي باقي الأطفال التانية كلها وهنزر بس التلات أطفال دول علشان ياخدوهم ونخلص منهم في أقرب وقت. بعدين بيجي للدار أسرة علشان تتبنى ولد، والرئيسة بتطبق فكرتها وبتجيب التلات أطفال دول بس، وهنا التلات أطفال دول بيحاولوا يبهروا الراجل ومراته علشان ياخدوهم، ولكن وقتها بيظهر ولد رابع اسمه تيدي بالغلط وبيقف معاهم في الصف. وبعد كده الزوجين بيفضلوا يتفرجوا على الأربع أطفال لحد ما بيقرروا يختاروا مو وبياخدوه وبيمشوا بيه. وقبل ما يمشي مو بيودع زمايله الاتنين التانيين اللي بيكونوا متأثرين إنه هيسيبهم، ولكنه بيأكد ليهم إنهم أكيد في وقت هيتقابلوا في الطريق وهم ماشيين. مو بيكون زعلان جدا إنه اتفرق عن زمايله، ولكن وقتها الزوجين بيسألوه زعلان ليه وإحنا هنعمل لك اللي أنت عاوزه، وهنا بيقول لهم اتبنوا لار وكيرلي هما كمان معايا. والزوجين وقتها بيحسوا بالذنب إنه فرقوهم وبيرجعوا تاني وبيرجعوا يسيبوا مو وبياخدوا مكانه الواد تيدي، وبيطلع مو يجري وراهم يعتذر لهم علشان ياخدوه تاني، ولكن لا حياة لمن تنادي، وبيندم جدا إنه فكر بس يجيبهم معاه. بعدين بتعدي السنين وبعد 25 سنة بيكونوا العيال دول كبروا ولسه أشقية زي ما هما وبيعملوا مشاكل ومقالب قد كده ما تتعدش. وبنشوف الأخت ماري وهي رايحة تصحيهم وهم نايمين وبتكسر الخشبة وبتوقعهم على الأرض. بعد كده بيشتغل مو ولاري وكيرلي في الملجأ عمال تصليح علشان يعمروا المكان ويصلحوا أي حاجة تبوظ في المكان. بعدين الراهبات بيطلبوا منهم يصلحوا جرس الكنيسة وبيطلعوا فوق علشان يصلحوه. وقتها التلاتة بيكونوا مش فاهمين أي حاجة ولا عارفين يعملوا حاجة ولا ليهم أصلا في حاجة، وكل اللي في دماغهم هبد وخلاص يمكن فكرتهم تنفع، وده كان سبب المشاكل الكتيرة اللي بيقعوا فيها. في الوقت ده الأخت ماري ما كانتش طايقاهم وكانت عايزة تتخلص منهم بأي طريقة، وكانت بتتمنى إنها لو كانت مديرة الدار كانت طردتهم من زمان قوي. وبتروح للرئيسة بتقول لها إنهم كملوا 18 سنة خلاص ولازم يتخلصوا منهم، ولكن الرئيسة بتاعت الدار بترفض إنها تمشيهم وبتقول لها إنهم بيعتمدوا عليهم في كل حاجة ولازم يفضلوا معانا، وخصوصا إن في عيش وملح بينا. بعدين بنشوف في الدار طفل اسمه بييز وصاحبه التعبان اسمه ميرف، والاتنين بيكونوا أصحاب جدا وكانوا واخدين مو ولاري وكيلي قدوة ليهم ومثل أعلى بسبب صحبتهم الكبيرة اللي ملهاش نهاية، وكانوا نفسهم في يوم من الأيام يكونوا زي مو ولاري وكيلي. بعد كده بنشوف راهب اسمه راتليف ورايح الدار علشان يبلغهم ان الملجأ بقى عليه ديون كتيرة قوي وفي خطر عليه انه ممكن يتقفل او يتحجز ويتم
لتسريح الأطفال اللي فيه ويروحوا ملجأ تاني بشكل متفرق. في الوقت ده مو ولاري وكيرلي كانوا بيصلحوا الجرس، ولكن كانوا بيبوظوا أكتر ما بيصلحوا، حتى في مرة رأس الشاكوش الحديدة وقعت من فوق وكانت هتقع على الأخت ماري وهي واقفة تحت لولا إنها نجت بها جوبة. بعدين بيفكوا الجرس بشكل خاطئ وبيقع على الأخت ماري، وبعدها بينزلوا من على فوق بسرعة علشان ينقذوها، ولكن بيقعوا عليها بالسلم وبيأذوها أكتر. ومن وقتها بياخد جردل المية علشان يفوقها، ولكن كان بيكون في راس الشاكوش تيجي في راسها تأذيها أكتر من الأول. بعد كده بيقابلوا الراهب اللي جاي يبلغ المديرة بالدين، وبيعرفوا إن دين الملجأ 30,000 دولار، ولو الدين ده ما اتدفعش الملجأ كله هيتقفل، وإن الدين ده لازم يدفع قبل نهاية الشهر، ولو الفلوس ما اتدفعتش وقتها الراهبات والأطفال هيتوزعوا على دور رعاية تانية منفصلة. وقتها مو ولاري وكيرلي لما بيعرفوا المشكلة دي بيقرروا إنهم هما اللي هيحاولوا يتصرفوا في فلوس ويخرجوا يشتغلوا ويدفعوا الدين علشان الملجأ ما يتقفلش. بعدها بيروحوا يجهزوا نفسهم علشان يخرجوا يقابلوا المجتمع اللي كانوا مستخبيين عنه لمدة 30 سنة. في الوقت ده على الرغم من إن الراهبات كان نفسهم مو ولاري وكيرلي يخرجوا من الدار من زمان، لكن في نفس الوقت كانوا قلقانين جدا على مو ولاري وكيرلي بسبب إن العالم الخارجي صعب جدا، هما لسه ساذجين وما يقدروش يتعاملوا ولا يتصرفوا مع أي حد أبدا، وممكن يضحك عليهم في حياتهم الجديدة. بعد كده مو ولاري وكيرلي بيركبوا عجلة ثلاثية وبينطلقوا بيها بأقصى سرعة علشان يروحوا المدينة، ولكن العجلة بتتقلب بيهم على الطريق وبيكملوا طريقهم وهم مسحولين على الأسفل. بعدين بيوصلوا المدينة وبيكتبوا إعلان إنهم عايزين شغل ب 30,000 دولار، وبيجيبوا طبلة علشان يلفتوا انتباه الناس كلها. وقتها بتسمعهم واحدة اسمها ليديا، وليديا دي كانت ست غنية وكان معاها صديقها، وكانوا بيفكروا في طريقة يقتلوا بيها جوزها علشان يورثوا أملاكه وفلوسه الكتيرة بدون ما يدخلوا نفسهم في جريمة القتل دي أو يتضرروا. وبتنزل بعد كده ليديا ومعاها صديقها علشان يستغلوا غباء التلاتة مو ولاري وكيرلي ويخلوهم يعملوا جريمة القتل وينفذوها بدون ما اسمهم يجي في الموضوع، وكده كده التلاتة دول أغبية وهيضحك عليهم بسهولة. بعدها بتكلمهم ليديا وبتضحك عليهم وبتعرفهم إن صديقها ماكي يكون هو جوزها، وبيكون عايز حد يموته وهو نايم علشان تعبان وعنده كانسر ومش عايز يعيش وهو بيتعذب من المرض، وده يعتبر عرض ليهم ب 30,000 دولار، وده ما يعتبرش قتل ولا جريمة. ووقتها ليديا بتعرف ماك إنه يبقى يبدل مكان نومه مع جوزها يوم التنفيذ علشان يخلصوا منه. بعد كده التلاتة مو ولاري وكيرلي بيفرحوا، ولكن بيطلبوا الفلوس بتاعتهم مقدم قبل التنفيذ. ووقتها ماك بيتخبط منهم بالغلط فبيقف قدام أتوبيس فبيخبطه وبيرميه بعيد، وبعدها مكنسة العربية بتعدي عليه، وفي الآخر بنت بتدوس عليها بلعبة النطاط وكمان سهم بيرشق في رجله. وهنا ليديا بتاخده بسرعة للمستشفى علشان تطمن عليه وتلحقه، وبيروح وراها التلاتة مو ولاري وكيرلي وبيطلبوا منها هناك فلوس نظير الخدمات اللي قاموا بيها والإصابات اللي تسببوا بيها الماك، ولكن ليديا بتديهم ألم ثلاثي على وشهم، وليديا بتقول لهم ماك لسه عايش وعلشان كده مفيش لأي فلوس هتاخدوها غير لما يموت خالص بشكل نهائي. وبعدها بيقرروا ينطوا السور ويدخلوا المستشفى علشان يقتلوا ماك، وبعد وقت الزيارة بيتنكروا في زي ستات ممرضات علشان يقدروا يدخلوا أوضته براحتهم، ولكن وقتها المسؤولين في المستشفى بيفتكروهم ممرضات بجد وبيطلبوا منهم يدخلوا الحضانات يهتموا بالمواليد اللي فيها، ولكن بيدخلوا يبهدلوا الحضانة خالص وكل حاجة بتبوظ. بعدين بيهربوا وبيدوروا على أوضة ماك علشان يقتلوه، وبعد ما بيلاقوها بيشوفوا ماك متجبس وبيستغلوا الفرصة علشان يقتلوه، ولكن ماك بيضحك عليهم وبيعرفهم إن من ساعة حادثة الأتوبيس وهو خف خلاص من الكانسر بشكل نهائي، بقى عايز يعيش ومش بيفكر في الموت خلاص. بعدها الأمن في المستشفى بيدوروا عليهم بعد ما المسؤول عرفتهم إن في ثلاثة مجانين اقتحموا المستشفى، ولما بيلاقوهم بيخرج مو ولاري وكيرلي بره المستشفى بسرعة قبل ما يتقفشوا. وفي الشارع بيقابلوا صاحبهم بتاع أيام زمان اللي كان اسمه تيدي، وإنه خلاص بقى محامي وكمان ورث أمه بالتبني وبقى عنده ملايين كتيرة قوي. ووقتها مو بيندم على الحياة اللي ضيعها من غيره وإنه كان زمانه هو اللي ورث كل الأملاك دي لوحده. بعدين تيدي بيطلب منهم يروحوا معاه يعيشوا في القصر بتاعه، ولكن مو بيرفض يروح هناك وبيفكرهم بالمهمة بتاعتهم، لكن بيحاول لاري وكيرلي يقنعوه ولكن بدون فايدة. وبعدين بيمشي تيدي وهناك بنشوف مراته اللي بتكون ليديا، وبنفهم إن تيدي هو الشخص اللي كان مو ولاري وكيرلي هيقتلوه. وقتها تيدي بيفرجها على صورة صحابه أيام الملجأ وبيوريها صورة مو ولاري وكيرلي، وليديا لما بتشوفها بتتصدم وبتكون خايفة إن التلاتة يكونوا قالوا له أي حاجة بخصوص قتله. بعد كده مو ولاري وكيرلي بيقرروا
بيشتغلوا يعملوا مشروع ليهم عبارة عن مزرعة سمك، وبيجيبوا عدد كبير من السمك وبيحطوه في ملعب الجولف، بيسقوه كل شوية بالمية على أساس يعني إنه كده هيعيش. ولكن كل السمك وقتها بيموت، ولما أمن الجولف بيشوفهم بيطلع يجري وراهم، وهم بيهربوا لحد ما بيدخلوا باب معين وبيكتشفوا نفسهم إنهم دخلوا مسرح بالصدفة. التلاتة وقتها مو ولاري وكيلي كانوا بيتخانقوا. لاري وكيلي كانوا بيتهموا مو إنه متكبر ومش فارق معاه الأطفال اللي في الملجأ، وإنه بيحط كبرياءه قبل أي حاجة، وبعدها بيفضلوا يتخانقوا ويضربوا في بعض. لاري وكيلي بيسيبوا مو وبيمشوا. وقتها النور بينور، ومو بيكتشف إن كان في ناس قاعدة بتتفرج عليهم وبيسقفوا ليهم جدا بعد ما عجبهم أدائهم، وكانوا فاكرين إنهم كانوا واقفين بيمثلوا. ووقتها اللجنة بيعجبها أداء مو وبيعرضوا عليه دور في مسلسل واقعي، وإنهم بطل ومش هيلاقوا أحسن منه يقوم بالدور ده. بعدين تاني يوم لاري وكيلي بيكونوا بيحاولوا يلاقوا شغل بأي طريقة علشان يجمعوا بيها فلوس الملجأ، ولكن خططهم كلها بتفشل لحد ما بيقرروا يدخلوا حديقة حيوان، وهناك بيدخلوا يصطادوا السمك اللي موجود في حوض العرض. بعد كده ماك بيطلع من المستشفى وبيقابل ليديا اللي بيكون متضايق جدا لأنه كان هيموت، وبيتضايق أكتر لما بيعرف إن تيدي عارف مو ولاري وكيلي. وقتها بيقرروا إنهم لازم يقتلوا مو ولاري وكيلي علشان يدفنوا سرهم معاهم. بعدين بالصدفة بيشوفوا لاري وكيلي بيطلع ماك المسدس علشان يقتلهم، ولكن بيكتشف إنه علشان منحوس اتحبس في قفص الأسد مع أكبر أسد في حديقة الحيوان. وقتها ماك اتسمر مكانه وما كانش عارف يعمل إيه، وبعدها الأسد هجم عليه وماك بيغطي وشه قبل ما يموت، ولكن بيتفاجئ إن الأسد مربوط في سلسلة وبيطمن ماك، ولكن ما بيخرجش وبيفضل يضايق في الأسد ويستفزه جدا. وقتها لاري وكيلي كانوا قاعدين بياكلوا سوداني ومستمتعين بوقتهم، وبتقع واحدة في فتحة راس الدولفين اللي بيتنفس منها، وهنا الدولفين بيقاوم علشان يطرد الفولة دي علشان يعرف يتنفس، وبعدها لاري وكيلي بينزلوا يساعدوه قبل ما يتخنق ويموت، وبتطير حباية الفولة وبتروح تخبط في الأسد اللي بيغضب جدا وبيقطع السلسلة ويهاجم ماك اللي كان واقف بيستفزه. في الوقت ده كان مو اتشهر جدا ونزل في التلفزيون وبقى مشهور بسبب تعبير وشه لما يغضب ولما يضرب حد، وكانوا شايفينه مميز في رياكشناته وملوش مثيل. بعد كده بيروح لاري وكيلي لهارتر اللي اتبنى تيدي علشان ياخدوا منه الفلوس، ولكنه بيرفض. وبعدين بيعرفوا منه ان مو زمان مرضيش يكمل معاه علشان رفض يسيب لاري وكيلي لوحده. وقتها لاري وكيلي لما بيعرفوا كده بينتموا انهم اتهموا مو بالأنانية وانه ضحى بنفسه عشانهم. وبعدين بيشوفوا صورة ليديا مع تيدي متعلقة على الحيطة، ولما بيسألوا هارتر عنها بيعرفوا منه انها تكون ليديا مرات تيدي. وقتها بيفهموا ان ليديا كانت عاوزاهم يقتلوا صاحبهم تيدي. وبعدين بيرجعوا للملجأ تاني علشان يرجعوا مو بعد ما كانوا فاكرين ان مو رجع الملجأ من وقتها، ولكنه لما بيدخلوا بيكتشفوا ان المخبأ كله فاضي ومفيش غير كام راهبة، وكان ميرف التعب زاد عليه بسبب ان مفيش فلوس في الملجأ. وبعدها الاخت ماري بتزعق لهم وبتعرفوا منهم هم السبب في كل اللي حصل، لانهم كانوا بيبوظوا كل حاجة وتصرف فلوس كتيرة على الحاجات اللي كانت بتبوظ، وده اللي خلى الديون تزيد على الملجأ لحد ما يقرب انه يتقفل. وقتها لاري وكيلي اتأثروا جدا بكلام الاخت ماري وشافوا نفسهم السبب في تعب ميرف وقفل الملجأ. وبعدين بيرجعوا الملجأ يعملوا اعلانات مفقودين لمو علشان الناس تبلغهم عنه لو شافوه، ولكن وقتها هم بيشوفوا اعلانات العروض بتاعت مو وبيعرفوا ان مو اتشهر جدا، وبيروحوا لمكان العرض بتاعه. وقتها بيلاقوه ومو اول ما بيشوفهم بيترمي في حضنهم وبيعيطوا انهم يتلم شملهم من تاني. بعد كده لاري وكيلي حكوا له على خطة ليديا لقتل تيدي، وقتها بيقرروا انهم لازم ينقذوا صاحبهم تيدي من الموت ويحبسوا ليديا على التفكير بتاعها هي وصاحبها ماك. بعد كده بيتنكر مو ولاري وكيلي وبيروحوا للحفلة اللي ليديا كانت متفقة فيها مع ماك على قتل تيدي. بعدين بيوصلوا الحفلة وبيبوظوها وبتبوظ خطة ليديا وماك لقتل تيدي. وبعدين بيطلعوا فوق لأوضة تيدي اللي كانت دماغه تقيلة بسبب الحبوب اللي اديتها له ليديا علشان تسهل من مهمة ماك في قتله. وقتها بيفوقوه وبيعرفوه بخطة ليديا. وقتها بتيجي ليديا وماك بالمسدس علشان يثبتوهم، بس بيجي كمان هنا هارتر بالمسدس بتاعه وبيثبتهم كلهم. ومو ولاري وكيلي كانوا فاكرين هارتر تبعهم وبينقذهم، ولكن هارتر طلع هو العقل المدبر لكل الخطة دي كلها من الأول. بعدين هارتر بيعرفهم ان ليديا تبعه وانه اتجوز زمان ام تيدي علشان ثروتها وبس، ولكن بعد ما ماتت هي كتبت كل حاجة بتملكها لابنها تيدي علشان كده كده عايزة تخلص منه ويسيطر على كل الأموال والأملاك والشركات بتاعتهم. بعدين هارتر بياخدهم وهو بيهددهم بالسلاح وبيركبهم العربية علشان يروح بيهم مكان مهجور ويتخلص منهم كلهم هناك من غير ما حد يعرف أي حاجة، ولكن هنا كيلي بيطلع الفار اللي معاه في جيبه وبيخوفهم كلهم في العربية.
العربية وبيحصل هرج ومرج، والعربية بتفضل تروح منهم شمال ويمين لحد ما بتقع بيهم في البحيرة اللي جنبهم، وبعدين بيتمكنوا كلهم من الخروج بسلام، وبتيجي الشرطة وبتقبض على هارتر وليديا وماك. وهنا وقتها التلاتة مو ولاري وكيلي بيطلبوا من تيدي يساعدهم في إنقاذ الملجأ والأطفال اللي فيه، ولكن تيدي بيصدمهم وبيرفض لأنه مش عايز يساعد الراهبات اللي كانوا سبب في إنهم يدوه لواحد زي هارتر يربي. وبعدها بيرجع مو ولاري وكيلي للملجأ تاني وهم زعلانين إنهم ما قدروش ينقذوا الملجأ، ولكن وقتها بيلاقوا الملجأ اتقفل كله، بس بيسمعوا صوت تاني عالي جاي من مكان جنب المبنى بتاع دار الأيتام، وبيروحوا هناك بسرعة وقتها وبيكتشفوا إن الأطفال كلهم موجودين في المكان الجديد، ومعهم كمان الراهبات اللي كانوا قاعدين على البسين بيتشمسوا. وقتها مو بيعرف إن الملجأ تم تجديده وإنقاذه ونقله لمكان تاني بالفلوس اللي قدر مو يكسبها من العروض التلفزيونية بتاعته، وإنه أنقذ الملجأ في آخر لحظة. وبعدين لمبنتج بيجي وبيطلب من كل الراهبات إنهم يشاركوا معاه في عروض تلفزيونية جاية، وفي الوقت ده بيجي ميرفي لصاحبه الودود بعد ما تعالج وبقى كويس هو كمان بالفلوس اللي كسبها مو. بعد كده بيجي تيدي ومعاه خطيبته وبيقرروا إنهم يتبنوا بيز وميرف ويروحوا يعيشوا معاهم ويكونوا زي عيالهم بالظبط. وفي الوقت ده كيلي بيخبط في العمود اللي كان موجود في المكان جنب البسين، وبيخبط في الأخت ماري اللي بتاخده في حضنها وبتنزل بيه البسين على طول. وقتها الأخت ماري بتتوعدهم وبتعرفهم إنها طلع عين اللي جابهم وإنها مش هترحمهم تاني بعد كده. وهنا مو ولاري وكيلي بيجروا بسرعة وبيركبوا أحصنة وبيطلعوا يهربوا بيها بعيد عن المكان الجديد بتاع الأطفال بعد ما تم إنقاذهم من التشرد، وإنهم يبعدوا عن بعض زي ما كان هيحصل في بداية الفيلم مع مو ولاري وكيلي لما مو كان هيسيبهم ويروح مع الأسرة اللي كانت هتتبناه. وبيخلص هنا الفيلم. أتمنى يكون عجبكم، ما تبخلش علينا باللايك، ولو أنت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول، وأشوفكم على خير.